بين كل شهيق وزفير مطب أو حفرة، هذا واقع الطرق والشوارع في أغلب مناطق العراق، واقع فاقمه سخط أصحاب السيارات بأنواعها المختلفة على قرار الفحص الإلكتروني للمركبات عبر أجهزة الهزاز الذي تعتبره مديرية المرور ضرورياً لتقليل الحوادث التي باتت مشهداً يومياً في البلاد نتيجة الإهمال الحكومي للشوارع والجسور والإشارات المرورية. استوحوا عم عيب، استوحوا، يدور لهزة، ما أدري شو يدور. تعال شوف هاي الناس الجاية تموت، شارع ماكو، طرق، جسور، ما أدري شنو، فلوس، عم عيب، استوحوا، كاف الناس ملت، وين تروح؟ تجي ماكو لا غاز، لا خدمات، لا شارع، لا تبليط، لا إشارة ضوئية، بس جيب جيب. دولة سلابة أنتم، شو تريدون من الناس؟ يا هزة، بس قل لي يا هزة، المرور ياخذ 35 75 يصير عندك معاملة يشلعون قلبك. والله هاي الجسور، هاي للهزة، الهزة ما هذا شارع، هذا شارع دولي 8 مترات، الله عليك، هاي كم حادث، كم عائلة راحت هايبي. ويرى أصحاب السيارات أن الحكومة تهدف من خلال قرار الفحص الهزاز إلى جمع الأموال من المواطن المتخم بالأزمات ضاربة بحاجاته الأساسية عرض الحائط. اليوم من تريد تطبق قانون على شخص لازم تنطي حقه، يعني أنت تقص وصل لطرق والجسور تأخذ من عنده 50,000 أو 100,000، أنت مسوي له طرق، مسوي له جسور، بعدين انت جاي تتحايل على المواطن في سبيل يعني بس تقبض من عنده، يعني مسوي كبش فداء بس مجرد تريد تمتص من دمائه. الفحص بجهاز الهزاز اجراء ضروري يؤكد سلامة السيارات ويؤدي حتما لتقليل الحوادث المرورية، ولكن في العراق يقين أصحاب السيارات أنه باب جديد للفساد الذي تمكن من جميع مناحي الحياة.